اعزائي المشاهدين في كل بيت، اعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، رمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين، وربنا يا رب ما يقطع لنا عاده ولا يحرمني منكم ولا يحرمكم مني، ويا رب قدرنا دايما على فعل الخير، وبعدنا يا رب على زيت الغير، وكتر يا رب من اللايك والشير. مبدئيا كده يا جماعه، ايه الاحساس بالنسبه لنا مات؟ ايه المسؤوليه انعدمت؟ اتفاقها خلاص سيطرت على عقلنا؟ طبعا انتوا جواكم بتسالوا احنا بنقول كده ليه؟ ضيفتنا النهارده يا جماعه رقيقه المشاعر، مرهفه الاحاسيس، والمصيبه بقى يا جماعه انها بتعاني من مرض النيروفوبيا، عقود الكبريت بتعتبره حريقه، المبخره بالنسبه لها يا جماعه بركان، مره جيرانها قالوا بيشوا حته اللحمه طلبت لهم المطافي، تخيلوا بقى دي هتعمل ايه لما تدخل المحرقه بتاعتنا؟ والله يا جماعه احنا ناس ما عندنا دم، معانا ومعاكم نجمه البوب المتربعه على الطب، اسطوره اغاني الحب، الديفا سميره سعيد.